أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون صدق الله العظيم.